بتبقى قدامك يا اما تفتح بروجكت قديم عندك يا اما تعمل نيو بروجكت. فاحنا هنعمل نيو بروجكت من الاول. تسمي البروجكت اللي انت عايزه، اللوكيشن بتاعه بيكون ايه، وبتختار هل هيكون 2D ولا 3D، تمام. وتقدر تعمل امبورت الحاجه، شويه باكج جاهزه اليونتي بتديها لك، عاده بتعوز تستخدمها بتفتح هنا وتختار الباكج اللي انت عايزه. لو انت اي حاجه من الحاجات دي عايز تغيرها، مثلا اخترت 2D وغيرت رايك عايز تقلبها 3D او العكس، او ما عملتش امبورت الباكج دي وعايز ترجع في رايك بعد كده، تقدر من جوه البروجكت تعمل ده. فاحنا هنفتح ايا كان، مثلا نقول 3D مثلا او 2D، اوكي، ونكرييت بروجكت. فكروني يا جماعه بس اخر السيكشن نتفق على سيكشن اضافي الاسبوع ده فيرتشوال. فكروني اخر السيكشن نتفق على ميعاد سيكشن اضافي فيرتشوال فيرتشوال، عشان انتم متاخرين سيكشن. سيكشن 2 بس، سيكشن 2 مش 1 اخذ، اوكي ماشي. طيب اول ما تفتح السين عندك بيكون، احنا دلوقتي اخترنا 2 دي، ففي الحاله دي هتلاقي ان الشكل بتاعك بالمنظر ده. بيكون عندك تاب اسمها سين، وفي تاب تاني اسمها جيم. سين ده المفروض الاريا اللي تقدر تاديت بيها، تبني السين بتاعك. جيم ده اللي المفروض هيبان لما اعمل بلاي او لما ران اللعبه بتاعتي. طيب تقدر تسواب من ال 2 دي وال 3 دي انك تدوس على الزرار ده، تمام. فكده بقيت انا 3 دي، كده هرجع تاني 2 دي، اوكي. لو انت 3 دي تقدر تتحرك بالسكرول في النص، تعمل كده او زوم ان زوم اوت. طيب يا شباب، ف زي ما قلنا تقدر تسواب بال 2 دي و 3 دي، تقدر تتحرك ان هو في 3 دي زي ما انت عايز. لو انت عايز تبص من التوب فيو مثلا، تبص من فوق، تمام، بتدوس على الواي هنا فتبقى شايف الدنيا من فوق. عايز تبص من قدام بتدوس، او من الشمال مثلا تدوس على الاكس. عايز تبص من قدام بتدوس هنا، تمام. عايز ترجع تاني زي ما انت عايز، رايت كليك، رايت كليك بتعمل اوربت كده او بتدور يمين وشمال، اوكي. اسم الفيو بتاعك بيكون مكتوب من تحت. طيب الدنيا عندي مقسومه لايه؟ لحاجتين، حاجه اسمها هيراركي وحاجه اسمها اسيتس. الهيراركي ده اي حاجه تكون في السين بتاعتك لازم تكون موجوده في الهيراركي. اي حاجه في السين بتاعك لازم تكون موجوده هنا. فعشان كده احنا عندنا كاميرا واحده، فهتلاقي ان في الهيراركي في مين كاميرا. ففي الهيراركي ان هو الحاجات اللي هتبقى موجوده في السين تبقى نازله هنا. فالكاميرا بتاعتي اللي نزلت دي اللي موجوده، هتلاقي ان في حاجه اسمها بروجيكشن. لو فاكر في الجرافيكس كان في حاجتين من نوعين بروجيكشن، حاجه اسمها اورثوجرافيك بروجيكشن وحاجه اسمها برسبكتيف بروجيكشن. الاورثوجرافيك بروجيكشن ده مع الحاجات ال 2 دي، البرسبكتيف مع الحاجات ال 3 دي. يعني ايه؟ يعني بالبرسبكتيف بروجيكشن لو في جسم بعيد بيصغر، ان هو بعيد عنك، لو قرب بيكبر لانه قرب منك. في الاورثو بعيد او قريب بيفضل بحجمه، فمش بحس ان هو 3 دي. فلو انت هتشتغل 3 دي لازم الكاميرا بتاعتك تكون النوع بتاعها من هنا البروجيكشن يكون برسبكتيف، تمام.
وعشان نحس بالموضوع ده تعالى نكريت اول جيم اوبجكت هنعمله. عشان تكريت اي جيم اوبجكت بتيجي من عند جيم اوبجكت وقدامك تكريت كذا حاجه، ممكن تكريت لايت اضاءه، ممكن تكريت 2 دي جيم اوبجكت او 3 دي جيم اوبجكت او امبتي جيم اوبجكت. فلو فرضا هكريت 3 دي جيم اوبجكت تختار بين كيوب سفير وكابسول وسلندر وبلين وكواد، حاجات اوليه كلها اشكال. لا انت عادي براحتك تمام. فانا دلوقتي اقول مثلا سفير، لما دوست على سفير هتلاقي ان انا عندي في الهيراركي ان هو نزلت سفير لانها في السين بتاعي تمام، وهدوس على حرف الاف وانت بتسلكت الجسم عشان يزوم ان عليه تمام. طيب تعالى كده نمسك الكاميرا دي يا اخوانا اللي شايفينها دي. الكاميرا دي لما بتمسكها من سواء من هيراركي او من السين بتجيب لك الكاميرا بريفيو من هنا اللي المفروض هتشوف الكاميرا، او لو دوست على جيم هتشوف اللي شايفاه الكاميرا اللي هي الكوره بتاعتنا. حد كان في مشكله؟ طيب هعمل اطلع الكوره دي لفوق واعمل جيم اوبجكت جديد بلين مثلا، مستوى تكون تحت الكوره كانها ارض ولا حاجه، ونمسك وتعالى كمان نعمل لايت عشان الدنيا هنا غامقه نخلي في اضاءه. فهروح عند جيم اوبجكت لايت واختار اي نوع من انواع الاضاءه، ممكن تبقى حاجه اسمها دايركشنال لايت، اضاءه موجهه كانه كشاف مثلا، دي بنستخدمها عشان يسيميوليت الشمس مثلا لان الشمس اضاءه ليها اتجاه، او مثلا بوينت لايت لو عايز تعمل اضاءه جاي زي اللمبه العاديه دي اللي بتطلع اضاءه في كل الاتجاهات تمام، سبوت لايت. طيب هقول دايركشنال لايت مثلا، فكده اظن الدنيا باينه عندي. لو انا دلوقتي مسكت الكاميرا وعايز اخلي الكاميرا باصه من ناحيه ما انا باصص، يعني دلوقتي الكاميرا لما تبص عليها تلاقيها باصه كده اوكي، انا عايز اخلي الكاميرا تبص زي ما انا واقف دلوقتي. قدامك تو اوبشنز، يا اما تمسك الكاميرا كجسم هنا اهو وتحركها وتخليها تتدور بحيث انها تشوف الفيو اللي انت عايز تحدده كانك انت ماسك الكاميرا وبتعدل اوكي. فلو عايز تعمل كده انت قدامك التولز من هنا اهو انك تعمل موف للاوبجكت او روتيت لي او سكيل لي. طبعا السكيل في الكاميرا ملوش معنى، سكيل اكبر او اصغر دي ملهاش معنى. فانا ممكن دلوقتي اعمل موف للكاميرا لفوق اوكي، ممكن اعمل روتيت لي هنا اهو، امسك الاكسس بيبقى عندك 3 اكسس هنا، في اكسس للدوران حوالين المحور ده واكسس للدوران حوالين المحور ده. حد شايف البريفيو بتاع الكاميرا عامل ازاي وانا بدور؟ اهو الايكون اللي جنب الموف تمام. ده اوبشن قدامك. الاوبشن الثاني ان انا اظبط الفيو بتاعي بالظبط وامسك الكاميرا واقول خلي الكاميرا الاين وذ الفيو، تبقى واقفه كاني مطرح ما انا واقف هنا تمام. فدلوقتي انا بالفيو هنا اهو اخترت ان انا مثلا عايز اخلي الفيو بتاعي باصص كده وعايز اخلي الكاميرا باصه بنفس الزاويه، فهمسك المين كاميرا وهاجي من عند جيم اوبجكت واقول له الاين وذ فيو، فكده الكاميرا هتبقى واقفه مطرح ما انا واقف بالظبط اوكي. تاني مسكت الكاميرا وقفت على الفيو اللي انا عايزه وهاجي عند جيم اوبجكت واقول له الاين وذ فيو. خلي بالك كل شغلي انا فين دلوقتي يا اخوانا؟ على السين، لان الجيم ده بيجيب لك اللي شايفاه الكاميرا واللي هيحصل لما يحصل بلاي للجيم. طيب تعالى كان بص على الكاميرا شايفه ايه، هتلاقيها شايفه حاجه زي كده. هل ده اللي انا المفروض عامله في السين؟ لا. دي بقى مشكله ايه؟ مشكله الاورثوجرافيك بروجيكشن اللي قلنا عليه، ان احنا شغالين 3 دي دلوقتي بس الكاميرا بتاعتي البروجيكشن بتاعها ايه؟ اورثوجرافيك تمام. هنغيرها نخليها برسبكتيف. برسبكتيف دي معناها زي ما قلنا الاجسام البعيده بتصغر والقريبه بتكبر، زي البني ادم زي ما انت بتشوف بالظبط. اللي بيخلينا اسنس ان انت بعيد عني او قريب مني غير ان انت حجمك بيكبر كل ما تقرب وبيصغر كل ما تبعد. فدلوقتي لما نيجي نبص على الكاميرا هتلاقي الفيو بقى كده اوكي. طيب في اي وقت عايز تعمل ران للجيم بتاعك تشوفه هيبقى عامل ازاي، جوه اليونيتي بتدوس على زرار بلاي كده، المفروض الجيم هيبدا يشتغل وهيفتح لك التاب بتاعه الجيم لان ده اللي المفروض هيحصل، ده اللي شايفاه الكاميرا. ولما تحب توقف بتوقف منها. لحد كده في اي مشكله؟ طيب احنا قلنا الحاجات الاساسيه عندي ايه؟ الهيراركي والاسيتس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الهيراركي بيتحط فيه اي حاجه تظهر على السين، الاسيتس بيتحط فيه اي حاجه هتجيبها من بره اليونيتي. يعني اليونيتي بيديني اجسام 3 دي جاهزه زي الكوره والبوكس والسلندر وشويه اجسام بدائيه شفناها دلوقتي ومجموعه من الاضاءات وكاميرات وبتاع. انا لما اجي اعمل جيم هل المنطقي ان انا لو هنشتغل 3 دي مثلا
هل المنطقي ان انا لازم استخدم الخمسه سته اوبجكتس دول بس؟ لا، انت بتشوف في كمبيوتر وفي طريق وفي عربيه وفي شجره، هجيب ده كله منين؟ بتجيبه وبتعمله امبورت من بره. بدل ما انت هتجيب اي حاجه من بره اليونيتي لازم تتحط في الاسيتس الاول. اوكي، مش معنى ان هي اتحطت في الاسيتس ان هي ظهرت في السين، لا، دي كده معناها ان هي امبورتد في البروجكت بتاعك. تمام. طيب تعال نشوف مثال على ان انا عايز اعمل امبورت الجسم 3D. طبعا هو المفروض تكون عندك خلفيه شويه على اي 3D سوفت وير، ولكن ما فيش وقت طبعا نغطي كل حاجه. فانت ممكن تلعب على انك تنزل مودلز جاهزه من النت. لو عملت سيرش على اي اسم موديل وجنبه كلمه، لو انت هتشتغل 3D يعني، وجنبه كلمه 3D موديل وجنبه فري عشان ما بقاش بفلوس، هتقدر تنزل المودلز دي. طبعا في كذا سوفت وير ل 3D موديلنج، وكل سوفت وير ليه الفورمات بتاع الفايل بتاعه اللي بيقبله. اوكي، ففي المثال بتاعنا ده احنا شغالين على 3D ماكس، فهتلاقي ان الفورمات اللي بيشتغل مع 3D ماكس حاجه اسمها دوت ماكس. الفايل لازم يكون اخره دوت ماكس او دوت 3DS. تمام، لو انت عندك مايا مثلا هتلاقي اكستنشن تاني وهكذا. المهم ايا كان معاك انهي سوفت وير، انت المفروض بعد ما بتظبط الجسم بتاعك في السوفت وير ده بتعمله اكسبورت، بتطلعه لصيغه يقبلها اليونيتي. من الصيغ المهمه قوي اللي بيقبلها اليونيتي حاجه اسمها FBX. FBX فاحنا اللي هنعمله دلوقتي هنكرييت اوبجكت في 3 دي ماكس مش موجود في اليونيتي، وهنعمله اكسبورت FBX. طب انا ما اعرفش ماكس، خلاص انت ممكن تسيرش على طول على اجسام في النت 3 دي مودلز ويكون اكستنشن بتاعها ايه؟ FBX وخلاص. اوكي، فمثلا انا دلوقتي هعمل براد هنا، والبراد ده انا عايزه اطلعه لليونيتي. تمام، اول حاجه هو في مشكله في 3 دي ماكس انا مش هدخل فيها عشان ما فيش حد يعرف في ماكس هنا طبعا، واحد فملهاش لازمه. بس هي الفكره ان ال 3 دي ماكس الاكسس بتاعته مقلوبه، الواي هو الاب وال سوري الزي هو الاب والواي هو الفورورد، وفي اليونيتي لا، الواي هو الاب اللي انا قلت ايه، الماكس الزي هو اللي فوق في الماكس وقدام هو الواي. في اليونيتي لا، العكس، زي البني ادمين زي ما بنحسبها عادي، يمين اكس فوق واي قدام او ورا زد. فالمفروض نقلب الاكسس في 3 ماكس. فانا هعملها سريعا كده، مش لازم هقول ازاي لان انتم المفروض يعني اغلبكم ما يعرفش ماكس، فهننجز. انا دلوقتي هقلب الاكسس بس الاول، وبعد كده هاكسبورت الفايل ده. زي ما قلنا الخطوه دي لو انت ما تعرفش حاجه من الكلام ده، انت ممكن تسيرش على اوبجكتس جاهزه يكون الاكستنشن بتاعها اللي احنا هنحوله له دلوقتي. فانا لما جيت هاكسبورت هقول له عايزين السيف اس تايب ايه؟ FBX بس. فهسميه مثلا تيبوت، وهعمل اكسبورت اكسبورت على الديسكتوب مثلا. هو يقول ان هو موجود قبل كده، ماشي. هنا وانت بتاكسبورت ممكن تاكسبورت انيميشن، لو انت عامل حركه جوه 3 دي ماكس ممكن تصدرها معاك، بس ما علينا. اوكي، عملنا اكسبورت للجسم ده. فدلوقتي انا خلاص الماكس مش عايزه، انا دلوقتي بقى معايا موديل جايبه من بره وعايز احطه جوه اليونيتي. تعمل ازاي الكلام ده؟ تقف عند الاسيتس رايت كليك وبتقول له امبورت نيو اسيت، عايز نيو اسيت. او ممكن تمسك الاسيت بتاعك ده، فين التيبل بتاعنا، تي اهو، دراج ودروب جوه الاسيتس دي تاني طريقه. تالت طريقه ليك ان واحنا جايين نكاريت البروجكت بتاعنا ده، احنا اخترنا لوكيشن صح كده؟ فهتلاقي ان احنا كان المفروض وانا بختار كان في دوكيومنتس، وهتلاقي ان هو اخر بروجكت بتاع سيكشن النهارده، هتلاقي في فولدر اسمه اسيتس، فكابي وبيست ويرمي الحاجات فيها تسمى عندك في اليونت. دي ولا الثلاث طرق ان انا امبورت اي حاجه من بره اليونت. الحاجات دي تشمل ايه؟ ممكن تكون صور، ممكن تكون ملفات صوت، مش الجيم بتاعك هيكون فيه مزيكا مثلا او اي حاجه، ممكن تكون 3 دي مودلز، ممكن تكون سكريبتس واخدها من حد مثلا عايز تحطها. فكل الحاجات دي بتتحط عن طريق دي او دي او دي. في الحاله دلوقتي انا بقى معايا 3 دي موديل عايز ارميه في السين بتاعي، يا اما هرميه في الهيراركي يا اما هرميه في السين على طول، وفي الحالتين بيعمل نفس التاثير. هتلاقي ان في السين بتاعي بقى في حاجه اسمها تيبوت، وبقى موجود عندي هنا، اقدر اعمل له سكيل اكبره. خلي بالك كل جسم عندي، اي جسم عندي في الـ سواء في الاسيتس او في الهيراركي، لو ليه شويه خصائص او بروبرتيز هتغيرها بتلاقيها موجوده على اليمين هنا. وانت انت واقف على الجسم بتشوف البارامترز بتاعه الجسم ده. تمام، موجوده في حاجه اسمها انسبكتور، واظن الدكتور خالد في المحاضره اتكلم عن الموضوع ده، هو بيشتغل قدام كيونيتي اللي اعرفه. تمام، طيب فانا ممكن برضو زي ما بعمل سكيل واغير من هنا واعمل موف
اختار الاكسس اللي عايز ازق الجسم عليه واعمل روتيت. انا ممكن اعملهم من هنا بارقام، اقول له عايز البوزيشن بتاعي يكون كذا، الروتيشن بتاعي يكون كذا، السكيل بتاعي يكون كذا. تمام. في فرق بين الاجسام سواء 3 دي او ال 2، لا بس هي 3 دي. في فرق بين الاجسام 3 دي اللي موجوده جوه اليونيتي اللي انت بتكريتها جوه اليونيتي والاجسام اللي انت بتجيبها من بره. الفرق هو ان اي جسم بتعمله كرييت موجود جوه اليونيتي اصلا زي اللي شفناهم البوكس والسفير والسلندر وغيره، بينزل معاهم حاجه اسمها كولايدر، بينزل معاهم حاجه جاهزه اسمها كولايدر. لكن الاجسام اللي بنجيبها من بره مش بيكون عليها كولايدر، وبيبقى مستنيين ان انت تضيف الكولايدر ده عليها. طب ايه هو الكولايدر اصلا؟ في الجيمز عموما اغلب الجيمز مبنيه على ايه يا اخوانا؟ على الكوليجن. اي جيم في الدنيا بيكون بنسبه كبيره مبني على الكوليجن. لو انت مثلا بتلعب اي لعبه، هات اي لعبه، قول اي اسم اي لعبه، انجري بيرد مثلا، انت الطبيعي ان انت البتاعه دي لما بتخبط كولايد مع مش عارف البتاعه الثانيه تموت. لو انت بتلعب عربيات لما العربيه تخبط في مش عارف ايه بيحصل رياكشن. لو انت بتلعب كوره لو البلاير قرب للكوره او قرب للبلاير هيحصل حاجه. فيبقى انا عايز وسيله تقول هل في كوليجن حصل بين جسمين ولا لا. فالوسيله دي هي الكولايدر. لازم الجسم عشان يسنس ان في جسم تاني خبطه لازم يكون الجسمين عليهم كولايدر. تمام. الكولايدر ده بيعمل حاجتين. اول حاجه تقدر عن طريق السكريبت اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله تقدر تسنس هل في كوليجن حصل ولا لا، وكمان يمنع اختراق الجسمين لبعض. يعني ما يبقاش مثلا الكوره دي فرضا عايز اخليها تقع على الارض تروح تعدي الارض وتنزل تحت. تمام. طيب فهنلاقي ان احنا الكوره دي عشان عملناها كرييت جوه اليونيتي من الانسبكتور هنا بتاعها وانا واقف عليها، هتلاقي ان في حاجه اسمها سفير كولايدر نازله عليه. تمام. واي طبعا حاجه تقدر تعملها اون واوف، تقدر تلغيها او تسيبها او ممكن تريموف الكومبوننت، رايت كليك ريموف الكولايدر ده مش عايزه. طيب هنا نزل عليها سفير كولايدر، البلين هتلاقي عليه حاجه اسمها مش كولايدر. كل جسم وليه كولايدر مناسب ليه. لما انت بقى بتجيب جسم من بره بيبقى وظيفتك انك تختار الكولايدر اللي يناسبك، لان انت هتضيف كولايدر دلوقتي. هتضيف كولايدر ازاي؟ بتمسك الجسم من الاسبكتور بتاعه وبتقول له اد كومبوننت من تحت هنا الزرار ده، اد كومبوننت ده المفروض بتضيف عليه اي كومبوننت. لما تحب تضيف سكريبت على جسم بتضيفها من هنا، لما تحب تضيف كولايدر بتضيفه من هنا وهكذا. فاقول له اد كومبوننت، والحاجات الخاصه بالكوليجن والبتاع هتلاقيها موجوده في تاب اسمه فيزيكس. تمام. لو انت شغال 2 دي هتلاقي فيه تحته حاجه اسمها ايه؟ فيزيكس 2 دي. فانا دلوقتي في فيزيكس هتلاقي فيه حاجات كتير قوي، منها ايه؟ بوكس كولايدر، سفير كولايدر، كابسول كولايدر، مش كولايدر. دول من الحاجات اللي عاده هنستخدمها بالاسم بتاعها. بوكس كولايدر هيعمل ايه؟ الجسم بتاعي فيه تفاصيل زي البراد ده ليه البتاع بتاعته دي والايد ومش عارف ايه، هو هيحط بوكس حواليه ويعتبر ان اي حاجه تقرب البوكس ده كولايد مع الجسم ده. تمام. السفير هيحط كوره حواليه ويفترض ان اي حاجه هتخترق الكوره دي حصل كوليجن. المش كولايدر لا، بيحط حوالين الجسم بتفاصيله كولايدر بتفاصيل بتاعته. فكده انت ممكن يتهيأ لك ان افضل حاجه ان اضيف المش كولايدر، لا، لان المش كولايدر بيبقى ليه حسابات وبيبقى بيتقل شويه، وانت اللي يهمك برده في الجيم بتاعك البرفورمانس، لان انت المفروض شغال ريل تايم، ما ينفعش اللعبه تهنك تقف بتاعك. تمام. فلو انت الجسم بتاعي ما يعنينيش ان هو تفاصيله مهمه قوي، زي مثلا البراد ده لو خبطت مثلا هنا قبل البوز بتاعه دي مثلا يعتبر خبطه، لو تمشي معاك دي يستحسن تحط حاجه مماثله للجسم لكن مش هو بالظبط. تمام. فانا دلوقتي مثلا هضيف بوكس كولايدر، هتلاقي ان في خط اخضر كده لو الناس شايفه، هو ده لو اي حاجه دخلت جوه البوكس دي والحاجه دي عليها كولايدر هيحصل سنس ان في جسمين هيخترقوا بعض ومش هيعديه. اي كولايدر بتضيفه تقدر تاديت الكولايدر ده، تقف على اديت كولايدر هتلاقي ان في نقط خضراء كده صغيره، لو شايفين النقطه الخضراء الصغيره دي وفي حواليها، فتقدر تكبر الكولايدر تصغره، او ممكن بالارقام بقى السنتر بتاعه كام والسايز كام في كام. تمام. لحد كده في مشكله يا اخوانا؟ احنا كله قلناه ان احنا عرفنا ان في حاجه اسمها هيراركي فيها الاجسام اللي بتنزل، الاسيتس الحاجات اللي جايبها من بره، اليونيتي بيدينا اجسام جاهزه واقدر امبورت اجسام من بره. الفرق بين الاثنين بس ان انا بعوز اضيف كولايدر لو حابب. لا بيكون ظاهر بس، يعني انا هوريكي مثال مثلا. اوكي هوريكي مثال. انا هعمل بلاي دلوقتي. اوكي. همسك الكوره وهاجي من الترانسفورم وهبدا احرك الكوره دي بحيث ان هي ايه عايزها تنزل لتحت تبقى قبال التيبوت، واحاول اخليها تعدي. اوكي هي عدته. استنى. اوكي ثانيه واحده بس معلش.
بس انا ما كنتش عايز اسبق الدنيا. هو المفروض نضيف بس عشان يسنس الكوليجن ما يمنع ان هما يعضوا في بعض، لازم يكون على واحد فيهم حاجه اسمها ريجيد بادي سيميليشن، تمام؟ فهضيف بس هو اقول دي ايه بعدين، يعني همسك التيبوت ده وهضيف عليه اد كومبوننت من فيزيكس ريجيد بادي، تمام؟ بس واعمل بلاي، فالجسمين دلوقتي ظاهرين قدامك. همسك الكوره واحاول اخلي الكوره دي تعدي التيبوت، سوري في الاكس مثلا، لا ده احراج للصبح صح كده. طيب تيك 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 تيك. هو اخر تجربه ان احنا نضيف كمان على السفير ريجيد بادي، بس انا مش عايز اضيف في الريل تايم. فدلوقتي هو انا دلوقتي بحاول اخلي البوكس الكوره تعدي التيبوت، مش راضي. طب مش راضي ليه؟ عشان الكولايدر المربع الاخضر ده، تمام؟ طبعا يعني دلوقتي انا لو بس اوكي مش مشكله. طيب في حاجه تاني عندي في اي كولايدر بيتضاف، حاجه اسمها تشيك اسمها اس تريجر. كولايدر وفيزيكس وريجيد بادي، وهقول ايه هو ريجيد بادي بس اخلص بس الكولايدر. فالكولايدر يا اخوانا في حاجه اسمها اس تريجر. اس تريجر دي يعني ايه؟ معناها ان هيبقى في كولايدر وهنسنس ان في كوليجن حصل وكل حاجه، بس مش هنمنع ان الجسم محدش يخترقه، لا ممكن تعديه. طب دي استخدمها في ايه مثلا؟ انا وانا جاي كرييت الاجسام من هنا، تمام؟ في عندي حاجه اسمها كرييت امبتي، بتكرييت امبتي جيم اوبجكت، ملوش شكل، ملوش معالم، ملوش ابعاد، هيبقى ليه بوزيشن بس. اوكي، ده بنستخدمه في ايه؟ مثلا لو انا عايز اخلي البلاير بتاعي وهو بيمشي اول ما يوصل الحته الفلانيه بينزل عليه حاجه معينه، بتلاقيها في الجيمز دايما، انت لما بتوصل عند كذا بيروح يجي لك مش عارف الوحش مثلا، تمام؟ فانا عايز اعرف انا وصلت عند كذا ولا لا، فاعمل ايه؟ فانا ممكن اعمل امبتي جيم اوبجكت، فالبلاير او اليوزر هو بيلعب هو مش شايف حاجه، واحط على الامبتي جيم اوبجكت ده كولايدر كبير خالص بوكس واس تريجر، يبقى وانا جاي اعدي مش هيمنعني ان انا اعدي، لا عادي هعدي، ولكن اول ما اعدي السكريبت اللي على الكولايدر ده هيتندي فانكشن تقول ان خلي بالك ده في جسم اسمه كذا عدانا، فمن هنا اروح اعمل اكشن معين، تمام؟ لا ما هو انا الحاجات دي مش هتبان اكتر غير بالسكريبت، فصبر يعني هو كله هيبان يا اخوان، هو بس النهارده زي اوفر فيو، عايز اسكيب الجزء بتاع ازاي ميوز، لان الوقت الاغلب هيكون في السكريبت نفسه، تمام؟ في حاجات هتبان اكتر مع الوقت، تمام؟ طيب نرجع للفيزيكس، للريجيد بادي. سو ايه الريجيد بادي؟ انت دلوقتي لو انت في جيم عايز تخلي جسمي سيموليت ان هو جسم حقيقي، يعني مثلا عايز الكان دي تبقى متعلقه، وانس ان في جسم خبط فيها تروح تقع وتتدحرج على الارض، فالحركه اوكي كل حاجه انا ممكن اعملها، لكن حكايه ان هي سيموليت ان هي بتقع حركه واقعيه دي هتبقى صعبه عليك. فالحال ان انت بتستخدم سيميليتورز مديهولك او سيميليتور مديهولك اليونيتي اسمه ريجيد بادي، بيحاكي حركه الاجسام الصلبه. ف طبعا احنا ضفناه من شويه، لكن لو انت عايز تضيفه هريموف الكومبوننت، بتقف على الجسم ايا كان من فين وتقول له اد كومبوننت وهتضيف فيزكس وتختار ريجيد بادي. الريجيد بادي ده ليه شويه بارامترز، منهم الماس كتلته كام، الدراج والانجلر دراج دي معناها ايه؟ معناها المقاومه بتاعه الحركه والحركه الزاويه او الفراكشن، يعني هل الجسم بتاعي ده سلس كده لو رحت خبطته يقعد يلف على طول، ولا مع بعد شويه صغيرين يقف فيبقى فيه مقاومه احتكاك، تمام؟ او مقاومه حركه. هل الجسم بتاعي ده لو خبطته يقعد يلف على طول ولا بيحاول يرسى ويثبت؟ فدي الانجلر دراج ودي الدراج، تمام؟ يوز جرافيتي، هل عايز تخلي الجاذبيه تاثر فيه ولا لا؟ تمام؟ زائد حاجات تانيه هتبان برده مع الوقت. واصلا انت عملت ده فرضا التيبوت بتاعي ده عامل كده ومايل كده، اوكي؟ وهخلي الكاميرا بتاعتي باصه من الفيو ده، فهقف بالفيو اللي انا عايزه وامسك الكاميرا واقول له جيم اوبجكت الاين وذ فيو، خلي الكاميرا باصه ناحيه ما انا باصه، واقول بلاي. هتلاقي التيبوت ده واقع، ركز معاه كده هتلاقيه واقع. هو بيسيميوليت ان هو جسم ليه كتله وفي جاذبيه بتاثر فيه وهكذا. لو مسكت الكوره وحاولت عشان عليها هي كمان ريجيد بادي وكولايدر، لو حاولت احاول اخليها تخبط البتاع ده هتلاقيه بيرياكت معايا، تمام؟ هو هتلاقيه واقع بقى بعد شويه، تمام؟ طيب ايه تاني؟ يبقى احنا اتفقنا الاجسام هتجيبها من بره معلهاش كولايدر ولا فيزيكس، الاجسام هتجيبها من جوه اليونتي عليها كولايدر، وفاضل الريجيد بادي.
طيب لو انت عايز تضيف تكتشر على الجسم، يعني ايه تكتشر؟ يعني صوره، هو بالعربي تكتشر مابنج يعني اكساء، او يعني انا مثلا عايز اعمل سلندر وعليها صوره كوكاكولا، فانت بتجيب اللوجو بتاع الكوكاكولا وتجيب السلندر اللي كانها بتاع وتروح تحط الصوره دي تغطي الجسم، اوكي، لان الاجسام كانها هتبقى رمادي وبتاع هتبقى شكلها سخيف. فلو انا عايز امبورت صوره مثلا، هاجي من هنا، انا فرضا عندي صوره زي دي، دراج ودروب وارميها فين؟ حد يقول في الاسيتس. تمام، لما بتنزل عندك في الاسيتس تقف عليها هنا، هو تقدر تغير نوعها. احنا عاده هنتحرك بين نوعين، نوع اسمه سبرايت وهتكلم عليه بعد شويه، ونوع اسمه تيكتشر. لو هي تيكتشر يبقى معناها ان هي دي صوره وغرض منها ان هي تغطي او تكسو جسم 3 دي. لو هي سبرايت هنقول بعد شويه، فاحنا دلوقتي هنقول تيكتشر. وفي عندي حاجه اسمها راب مود. راب مود دي معناها ايه؟ هل الصوره دي هتتحط مره واحده على الجسم ولا هتتكرر؟ فانا ممكن اخليها كلام وممكن اخليها ريبيت تتعاد. بعد ما اعمل تعديلاتي دي لازم اقول ابلاي، طبق الكلام ده على الصوره، اوكي، فاقول له ابلاي. الصوره دي لو مسكتها وعملت دراج ودروب على اي جسم 3 دي هتبقى تيكتشر لي، فهتلاقي ان البراد بتاعي بقى بالمنظر ده. تمام، ممكن لو في صوره تاني بس للاسف ما فيش تقريبا، يعني ممكن كده، اوكي، بس ايه، خلينا في البراد بس. فرضا بقى انت بعد ما عملت كل ده، انت استقريت ان البراد ده كده تمام، انا حطيت له التكتشر بتاعته وظبطته وبتاع، ممكن تكون ضفت عليه السكريبت اللي هيوصف البيهيفير بتاعه. يعني احنا كل الكلام لحد دلوقتي دي اجسام ثابته، مفيش حاجه بتقول لما يحصل كذا هعمل كذا. اللي بيوصف البيهيفير ده السكريبت، الكود بقى اللي احنا المفروض هنعرفه ان شاء الله من السكشن الجاي. فرضا ان انت ظبطت الجسم ده على بعضه واستقريت عليه، فمش لازم كل ما اجي اعمل براد اروح اعمل نفس الحدودتين، صح كده؟ انا عايز اخلي ده يعتبر كانه نوع جديد. ففي عندي حاجه اسمها بريفاب، عندي حاجه اسمها يا شباب بريفاب. تقف كده رايت كليك في الاسيتس وتقول له كرييت بريفاب، كرييت بريفاب. تمام، هو انا بجري بس هو في فيديو معاك، فانت كده كده في ريفرنس ليك. تمام، البريفاب ده طبعا سميه اي اسم انت عايزه. وبعد ما الجسم اللي عندك في السين استقريت عليه تمام، دراج وارميه على البريفاب، فبقى كاني عندي نوع جديد في الاسيتس هنا، هو البراد وعليه التكتشر وعليه كل الحاجات اللي انت عايزها كده. خلاص التيبوت ده اللي موجود في السين بتاعي ما عادش ليه لازمه، انا ممكن امسحه واقدر ادراج البريفاب ده، واقدر ادراج نسخه تاني منه واخلي البوزيشن بتاعها يبقى بعيد فيبقى فيه برادين، واقدر اختار واحد تاني واخلي فيه نسخه بعيد وهكذا. ايه الميزه التانيه بقى في البريفاب؟ فرضا بعد ما خلصت، طبعا دي هتفرق معاك في ايه، انا هديك مثال. مثلا فرضا ان انت عامل طريق والطريق ده فيه مثلا 100 عمود نور، اوكي، والعمود عامله اخضر واللمبه مش عارف شكلها عامل ازاي، وخلاص خلصت وهتاخد نسخه من العمود ده وتقعد تكرر. اكتشفت بعدين او الراجل اللي انت بتعمل له جيم او ايا كان ان لازم نغير حاجه في العمود، تلف بقى على 100 عمود؟ لا، في البريفاب هتخليك ان انت تغير واحد في جسم منهم تقدر تطبقه عليهم كلهم او ما تطبقوش، يعني ليك الحريه هنا اهو. فانا دلوقتي عندي ثلاثه تيبوت. انا سؤال، البريفاب ده مش يعني ساعتين المفروض، يعني خلص تقريبا على قد عشان السكشن طويل شويه. هو في حاجة ولا ايه؟ يعني ساعة الا ربع مثلا، او قول يعني لو ايه هيبقى نص ساعة مثلا، اوكي مثلا، يا رب يعني. ماشي. سلام. طيب يا شباب، فالبريفاب ده انت خلاص ظبطت جسمه وحطيته، تقدر لو انت فرضا مثلا عايز، افترضت ان الكوسين ده كله بريفاب، ممكن عادي يبقى كذا جسم، المهم في الاخر خالص هيعاملوا معامله جسم جديد ايا كان جواه ايه، اوكي. فانا دلوقتي رميت ثلاثه بريفاب وعايز تغير في واحد فيهم مثلا، فرضا ده انا لا لقيت اني والله التكتشر بتاعته دي المفروض مثلا مثلا تكون ايا كان، يعني تعمل اي تغير فيها، لا مش هينفع التكتشر عشان التكتشر ليها حوار، ممكن مثلا اقول والله انا مش عايز ريجيد بادي، يعني هريموف الريجيد بادي. لو ما عملتش ابلاي، في زرار هنا اسمه ابلاي، لو ما عملتش ابلاي هيطبق على الجسم ده بس، لو عملت ابلاي
هيطبق على كل البريفكس. تمام، الكلام اللي انا بقوله ده كله يا اخوانا 2D و 3D، يعني الكلام ده يمشي على 2D او يمشي على 3D. طيب طيب عندي كمان عشان بس ابقى نخلص 3D وندخل 2D، عندي ايه تاني؟ عندي ممكن نمسح بس السفير دي والبلين. عادة اللعب 3D اللي بيكون فيها مشاهد خارجية بتبقى اوت دور، بيكون في ليميتس للبلاير، يعني ما ينفعش البلاير ده يقعد يتحرك سبهلولة كده ويروح يمين وشمال وما يبقاش ليه ليميتس، لان الجسم اللي هو ماشي عليه ليه نهاية، لو هو وصل له كده الكولايدر اللي على الجسم ده انتهى، فممكن يقع، ممكن يقع في ولا حاجة، يقعد نازل كده. فعلا بتلاقي الجيمز دي زي جي تي اي مثلا او اي حاجة، هتلاقي ان انت في نهايتها بيكون في يا اي حاجة من الاثنين، يا اما بتوصل عند حتة كده كل ما تيجي تعدي مش عارف تعدي، تدوس قدام مش راضي يمشي قدام، او الاوبشن الثاني ان انت بتلاقي زي جبال او حاجة ما تقدرش كبلاير تعدي. تمام، فان انا اخليه ما يعرفش يعدي دي سهلة، تقدر تحط امتي جيم اوبجكت وتحط عليه كولايدر مش متشاف، والكولايدر ده عليه فيزيكس وانت جاي تعدي مش هتعدي، بس انت مش شايف جيم اوبجكت قدامك، مش شايف حيطه او حاجه. الاوبشن الثاني انك تعمل جبال وهضاب وبتاع، فدي حاجه اسمها ترين، دي جيم اوبجكت مخصوص عاملينه في اليونيتي شويه فانكشنز تطبقها عليه عشان يسهلك الموضوع. فتقدر تكريت من الجيم اوبجكت حاجه ان هو من 3D جيم اوبجكت، هنلاقي ان عندي حاجه اسمها ترين. ترين ده لما بتكريته هو الجسم الوحيد اللي لما بتعمله كرييت بينزل معاك هنا في الاسيتس. تمام، بينزل معاك في الاسيتس تحت، ده الجسم الوحيد اللي جوه اليونيتي. اوكي، الترين ده لما نزل يا اخوانا طبعا كبير جدا، فتقدر تقف على الترين تعرف تغير البارامترز بتاعته من سيتنجز هنا. تمام، من ضمن البارامترز دي الويدث والهايت، طبعا في حاجات كتير يبقى اشوفها انت بقى، نقول 100 مثلا في 100 عشان يبقى صغير، فيبقى ده الترين بتاعنا. ومن ضمن الحاجات التانيه انك تقدر تنحت، او يعني كانك بتنحت فيه حاجات ترفعها لفوق او تنزلها لتحت كانها جبال او كذا. تمام، فهتيجي ان هو من التول دي تقدر تختار البراش اللي انت عايزها مثلا دي، والسايز بتاعها قد ايه، تصغره وتكبره، والاوباستي الشده بتاعتها قد ايه، وتبدا تعمل حاجات زي كده. مثلا نقلل الاوباستي شويه هتبقى حاجات كده، مثلا اغير البراش اخليها دي. تمام، تاني تول عندي بتقدر ترفع حاجات لفوق بس بليمت، فكل هي نفس التول اللي فاتت، بس بتقول له ان الهايت بتاعي ماكسيمم كذا، تقول له كذا دي كام، 5 10 100 في الارتفاع يعني. فاجي دلوقتي مثلا وانا الارتفاع بتاعي اخره 5، فتيجي اهو تلاقي ان انت بعد 5 مش راضي يرتفع. تمام، دي تاني تول اهي، كل الزياده ان الهاي، ان في عندي حاجه اسمها هايت ماكسيمم هايت، لو عليته هتلاقي الجبل ده ممكن يرتفع بس يبقى كده يعني. تالت تول اسمه اهي، اغير الهايت خليه حاجه قليله، تالت تول هي السموث. انت دلوقتي عندك اللي رسمته ده شارب مثلا، فعايز تعمل سموثنج ليه، فبتختار التول اللي انت البراش اللي انت عايز ايه، مش شجر ده جبال. اهو دي التول دي، وتختاري مثلا برايس زي دي. طيب التول الثالثه هي السموث، لو عايز تنعم الحاجات دي، فبتختار برضو البراش اللي انت عايزها وتبدا اهو مثلا نعلي الاوباستي بس شويه، فتبدا تعمل سموثنج ليهم بحيث ان تبقى شكلها ممكن وبيرقصوا. ماشي، طيب اللي بعد كده هي التلوين تكتشر، لو عايز تحط تكتشر. تمام، بس طبعا هو في مشكله عندي، هو المفروض من ضمن، فاكرين لما جينا نكريت البروجكت في الاول خالص قلت لكم ان في شويه باكج بيديها لك اليونيتي بنستخدمها. تمام، وقلنا لو ما عملناش امبورت ممكن بعد ما نكريت الجيم واحنا جوه البروجكت نفسه اقصد نقدر نعملها امبورت. فمن ضمن الحاجات دي في حاجه اسمها ترين اسيتس، بس هي في النسخه اللي معايا مش موجوده. تمام، يعني رايت كليك هنا لو عايز امبورت باكج تبع اليونيتي، فبتيجي من عند، احنا قلنا نيو اسيتس دي هتجيب حاجه من بره. اوكي،
نيو اسيت مهارة جاي لها امبورت باكج. يبقى انت كده تختار باكج من الحاجات اللي يونيتي بيديها لك. من ضمنهم المفروض في حاجه اسمها ترين او يمكن غيرها في يونيتي 5، هي كانت في يونيتي 3 بوينت مش عارف كام كانت موجوده هنا، قد تكون اتغيرت انا مش عارف، او النسخه اللي عندي ناقصه برضو انا مش عارف، بس اي ثينك ان هي ناقصه، النسخه ناقصه ما عشان نفس النسخه بتاعتنا كلنا. تمام جايبها من النت اه مش عارف، انا نزلت 64 كانت فيها تقريبا، كان فيها بس دي 32 انا فاكر ان كانت فيها، انا عملت لها تيست. ايا كان الباكج دي فيها ايه بقى بتاعت الترين؟ فيها شويه شجر جاهزين ممكن تستخدمهم، فيها شويه تيكتشر او صور للارض، في حاجات تيكتشر صحراويه وزراعيه وبلا بلا. لو انت مش عندك ده، لو عملت سيرش على جوجل، بس للاسف انا مش كونكتد بالنت، لو عملت سيرش على مثلا اي حاجه مثلا جراوند تيكتشر هيروح يجيب لك صور كتير لحاجات ممكن تستخدم. ففور اكزامبل، بس هو طبعا ده مش منطقي، يعني لو انا عايز اضيف تيكتشر ولتكن دي اللي هي مربعات تمام، فانت كل بتعمله بتعمل ايه، ادي الترين بتاعك، التول الثالثه هي التيكتشر، هتقول له ادي التيكتشر، اد تيكتشر، سيلكت التيكتشر دي لازم تكون عندك في الاسيتس اوكي. فانا عندي تيكتشر زي دي، دبل كليك عليها اد، هتلاقي ايه كل حاجه بقت بالصوره دي تمام. تاني ادي التيكتشر، انا دلوقتي فين في البراش دي اللي هي فوق، ادي التيكتشر، اد تيكتشر، تختار تيكتشر عندك ففرضا دي مثلا، بتقول له اد كده. انا في حالتي انا دلوقتي عشان عملتها مرتين فانا عندي صور اتنين، اول واحده بتغطي الجسم كله، تاني واحده تقدر تلون بيها يعني اهو اوكي. ما لازم تكون الصوره نوعها تكتشر، اتاكد ان دي صورتها من نوعها من فوق تكتشر معموله ابلاي. تمام؟ في الصوره هي اول صوره بتطبق على الجسم كله، ثاني صوره تقدر تلون بيها. لا انا لازم يعني الصوره دلوقتي. يعني ينفع ان انا اعمل فيها جبل الكلام ده ولا اعمل جبل احط الصوره عليها؟ مش تفرق. يعني ينفع ارجع ثاني واقعد اعمل رايز للبتاع؟ ماشي مش مشكله. ماشي؟ طيب نرجع لترين. بعد كده في هنا هو اد تري. انا مش هضيع وقت اكتر يعني، بس عشان ننجز، ان انت ممكن تقول له ايديت تري وتكون جايب جسم يمثل شجره كده 3 دي، او من الباكج اللي موجوده جوه اليونتي اللي هي ناقصه عندي فيها تريز، فتبدا كده بالبراش تقعد ترسم شجر مثلا تمام. ممكن تضيف زلط، ممكن تضيف اي حاجه انت عايز ايه تعمل. ده ترين فاضل لي ايه بقى؟ بس انا طبعا هو براش حاجه مقرفه يعني، بس مش مشكله، ممكن كنترول زي مثلا حتى نرجعها كده. فاضل لي ايه؟ فاضل لي اوريك ان في عندي حاجتين اليونتي بيديها لك ظراف ل 3 دي جيمز. اغلب 3 دي جيمز بتكون حاجه من الاثنين، يا اما حاجه اسمها فيرست بيرسون كاركتر او كنترولر، وفي ثيرد بيرسون كاركتر او كنترولر. الفيرست بيرسون اللاعب دي اللي بيكون الستايل بتاعها ايه؟ انت وانت بتلعب كانك انت عينين الكاركتر اللي بتلعب بيه تمام، اخرك تشوف ايده مثلا ماسك مسدس مثلا ماسك مطوه بتاع حاجات اللي هي تمام. الاوبشن الثاني انك تشوف البلاير وتبقى انت ماشي وراه تمام، زي جي تي اي برضو او جاتا، بتشوف الواد ابو حمالات ده الاسمر ده وانت ايه تفضل ماشي وراه. فالتو اوبشنز دول اليونتي سبورت ليك حاجتين جاهزين بالسكريبت بتاعهم، بتقدر تكنترول كل حاجه زي ما انت عايز. عشان تعمل ده يبقى لازم امبورت الباكج بتاعه الكاركترز الخاصه باليونتي، رايت كليك امبورت باكج كاركترز ايه في كان في، لو انت اخدت النسخه اللي الدكتور خالد سايبها كان في فايل اسمه اسيتس او حاجه، ده بعد ما تنزل يونتي نزله اوكي. طب بعد سيشن اشوفها افتكر. طيب بعد كده بيجيب لك ايه اللي موجود في الباكج دي، لو انت راجل عارف انت عايز ايه بالظبط تختاره، لو انت مش عارف خد كل حاجه، بس طبعا ده مش كويس لانه بيزود في الفولدر، هو كده بيمبورت كل ده في الفولدر بتاعك اللي اسمه اسيتس تمام.
هو انتوا الميد تيرمز عاده بتبقى بتمتحنوها امتى؟ الميد تيرم الميد تيرم اكزامز بتبقى امتى؟ كنت 7/11 ما نزلش الجدول ولا متقلق علينا ولا ايه؟ طيب شباب، عادة لما بتنزل أي حاجة من الحاجات الباكيج الخاصة باليونيتي زي اللي احنا بنعملها دلوقتي كلهم بيترموا فولدر جديد اسمه ستاندرد ماتيريال أو ستاندرد لسه هنشوف ايه ستاندرد أسيت تقريبا. هتلاقي فيه فولدر اسمه ستاندرد أسيت ده بيتحط فيه أوتوماتيك أي حاجة بتعملها امبورت من الباكيج بتاعت اليونيتي. تمام؟ لو أنت عملت رايت كليك وقلت له امبورت باكيج واخترت أي باكيج بتبقى موجودة في فولدر اسمه ستاندرد أسيت بيتكريت. ففي حالة ما هو أنت ما عملتش امبورت؟ طب خلصوا؟ طب كمل معايا بس وبعد كده اوكي. في فولدر اسمه كاركترز، في فولدر اسمه فيرست بيرسون، وفي ثيرد بيرسون، وفي حاجات تانية نزلت اللي هي رولر مش عارف. اوكي فيرست بيرسون في عندي حاجه اسمها بريفاب، هختار اي بريفاب منهم بس عشان اوريكم، وهدراج وارميه في السين بتاعي، هدوس على حرف الاف عشان ازوم عليه فهو موجود هنا. لما نيجي نبص على شكله عباره عن ايه؟ عباره عن كاميرا وكولايدر عشان يمنع الجسم بتاعك ان هو يقع. تمام؟ لان الترين زي ما احنا عارفين احنا عملنا له كرييت من جوه اليونتي، فهتلاقي ان في عليه كولايدر اسمه ترين كولايدر لانه جسم جاي من اليونتي. بعد ما عملت امبورت للكاركتر باكج هتلاقي في فولدر اسمه ستاندرد اسيتس كاركتر فيرست بيرسون كاركتر بريفاب، فهلاقي عليه كولايدر يمنع ان هو يقع، كاميرا وسماعه، دي السماعه دي بتطلع صوت فوت ستيبس كده كانك بتتمشى يعني. هتاخد الباكج دي على بعضها كده اللي هي ده و ترميها بقى جوه ايه؟ جوه الترين بتاعك. هدوس اف كده بس عشان اتاكد ان هي فوق. تعال نعمل بلاي. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا البلاير بتاعك بيقع عشان انا كنت رافعه لفوق. اتحرك يمين وشمال بالماوس او بالكيبورد الارز والماوس يمين وشمال، اقدر جامب. هو السماعات المفروض يمكن في مشكله، في تو لايس، اوكي ثانيه، في تو ليسنر بس عشان تحسوا بيها. هل في ليسنر على الكاميرا؟ اوكي احنا نمسح الكاميرا دي، الكاميرا دي ما عادش لها لازمه اللي هي كانت لوحدها دي. وتعال نعمل بلاي. سامعين؟ لو حد سامعني في صوت خطوات ماشي. دي سكريبت جاهز، هتلاقي ان الاوبجكت ده كده ايه تركيبه على بعضها، هم عاملينها منها سكريبت هم مدولك تقدر تغير فيه. تمام بيبقى موجود، بس لو انت عامل كاميرا تاني، لو في كاميرا موجوده القديمه المين كاميرا امسحها، لان الكاميرا عليها ليسنر وفي اليونتي ما ينفعش يكون فيه تو ليسنرز. ممكن يبقى فيه كذا مصدر صوت لكن لازم يكون فيه ودن واحده، اوبجكت يمثل الودن او الليسنر اللي هكذا. فهو البريفاب ده بينزل مع ليسنر، فينفعش يكون في لسه معايا. اوكي انا همسح ده اوريكم بس الثيرد بيرسون. هرجع من بروجكت ستاندرد اسيتس كاركتر فيرست بيرسون، لا ثيرد بيرسون، واختار فولدر برضه اسمه بريفاب، وفي اتنين هندراج اي واحد منهم ونحطه هنا اهو وندوس اف. هلاقي ان في عندك كاركتر كده، طبعا ده ديمو المفروض يعني لو انت عايز تعمل حاجه زي كده، بس طبعا ده هيبقى صعب شويه عليك عشان فتره المشروع وفتره الترم، يستحسن ما يشدكش الموضوع فتتجر وراه. لو انت عايز تجيب كاركتر بيتحرك وبتاع تاني غير ده الموضوع متعب شويه، انت هتدور تجيب كاركتر ويكون جاهز للحركه وتكون تعرف تشتغل على سوفت وير زي الماكس او كذا وتصدر الحركات بتاعته. او الاوبشن التاني انك تجيب باكج جاهزه كده برضه لليونيتي من الستور بتاع اليونيتي. المهم يعني ده الكاركتر ده جاهز يتحرك، بس مشكله الثيرد بيرسون ان معهوش كاميرا. تمام؟ فدلوقتي لو جيت عملت بلاي هيقول لي في ايرور. ليه؟ لان انا مسحت المين كاميرا اللي كانت بتصور لي مشهد ثابت، ومسحت الفيرست بيرسون اللي كان معاه كاميرا تنزل معاه. فدلوقتي السين بتاعي مفيش اي حاجه ليها كاميرا، تيجي تعمل ران هيطلع لك ايرور يقول لك اني مش عارف زيرز نو كاميرا، او هيقول لك سين ميسنج افول كاميرا افول سكرين كاميرا مش موجود. فيبقى لازم نكريت كاميرا. اكريت ينفع نكريت من هنا يا اخوانا او من جيم اوبجكت، الاثنين واحد. كاميرا، والكاميرا دي عايزها تكون لازقه مع الثيرد بيرسون، متحرك زيه ماشيه معاه. ف
فاظرف حل كده ايه، انت ظبط الكاميرا بتاعتك خليها تشوف اللي انت عايزه، اللي هي اللي انت عايزها تشوفه، اللي يكون كده مثلا. انا ممكن مثلا ابص على البلاير بتاعي كده واقول الكاميرا align with view كده، بصة كده، واخلي الكاميرا child من third person. ازاي اخلي اي حاجة child من حاجة؟ تمسكها drag وترميها عليه. فانا دلوقتي همسكها وارميها نوع، فبقت جوه third person الكاميرا. معنى كده ايه؟ معناها ان هي بتinherit من الجسم الparent كل transformations بتاعته. هو هيتدور هي تتدور، هو هيتحرك هي تتحرك. طيب تمسك بقى الثيرد بيرسون ده وتروح ايه ترميه في البتاع اللي احنا عملناها دي، مثلا نطلعه لفوق كده ونعمل بلاي. هتلاقي ايه؟ هتلاقي البلاير بتاعك بينزل تتحرك انت، مش راضي يتحرك اصلا. فيتو كريت ماشي. سوري ده الاي اي، مش هيشتغل، انا اسف. شغل ثيرد بيرسون، الاي اي عايز حاجه تاني كده. اوكي انا اسف، بس نعمل نفس القصه تاني كده سريعا. فين كاميرا؟ كاميرا نمسك الفيرست بيرسون ونخلي الكاميرا تالاين مثلا، تبقى بصه كده، وامسك الكاميرا خليها تشايلد من الثيرد، وامسك الثيرد ده كله ايه وارميه هنا واعمل بلاي. تعمل جامب مثلا. تمام. طيب ده كل كلامنا 3D. سريعا كده نبص بص على 2D. انا امسح كل الكلام ده. لو تشتغل 2D المنطقي ان انت تكون الكاميرا بتاعتك بصة اورثوجرافيك وبص على كادر معين وخلاص، ممكن تتحرك مع السين ايا كان، لكن ما ينفعش تكون برسبكتيف، يستحسن يعني، لكن لو انت عايز براحتك. فانا هقلب الدنيا 2D دلوقتي وهكرييت كاميرا، واخلي الكاميرا بتاعتي يكون نوعها اورثوجرافيك. هدوس اف كده، هدوس على الجيم، فده المشهد اللي شايفاه الكاميرا. وعايز تمبورت جسم 2D. طيب الاجسام ال 2D عندك اليونتي بيديها لك حاجه واحده بس، حاجه اسمها ايه لما تقف كده؟ جيم اوبجكت سبرايت، مفيش غيره. تمام، سبرايت مفيش غيره. سبرايت ده لما تدوس عليه هينزل في الهيراركي، وهتلاقي ان هو برده ملوش وجود، جسم مش باين. ليه؟ لان في الانسبكتور البارامترز بتاعته في حاجه اسمها سبرايت ناقصه، بيقول لك نان، مفيش صوره اتعمل لها اساين ليا. اوكي، فانت بتجيب الصوره دي تحطها في الاسيت، ولتكن نفس الصوره دي، ولازم تغير نوعها تتاكد ان هو يكون نوع ايه، سبرايت. تمام، لازم تتاكد ان نوع ال ايه بتقفي عليه هنا اهو في الاسس، وتقولي تايب وتخليه سبرايت، وتقولي ابلاي. كده السبرايت ده جاهز ان هو ممكن يترمي على الهيراركي على طول كانه نيو سبرايت، او يحصل له اساين للسبرايت ده. يعني دلوقتي لو مسكت السبرايت ده ومسكت التكتشر احطها هنا اهو، هتظهر لك الصوره بتاعتك. او ممكن تمسك التكتشر نفسها اللي هي الصوره دي اللي هي سبرايت، وترميه مره واحده، فهيبقى جيم اوبجكت تاني او سبرايت تاني. ده واحد وده التاني. اوبس، في ده هو في مشكلة هنا، معلش. مش مشكلة، ماشي خلاص، نمشي بالطريقة دي وخلاص. بس هي التانية المفروض شغالة. السبرايت اللي قدامكم ده معلوش أي كومبوننت، تقدر تضيف الكومبوننتس من هنا. نفس القصة يعني، فرض ان انا هعمل جسم 3D وانا شغال 2D، ينفع؟ عادي، مش مشكلة. بس طبعا هو ما يستحسنش، بس نعملها بس عشان ننجز. بلين مثلا، هعمل بلين، والبلين ده هعمل له روتيت مثلا وليكن كده. اوكي، بحيث اني اقصد ان ده يقع على ده. ماشي، هي مش ظريفة يعني. ولو غيرنا الكاميرا خلناها برسبكتيف وقلنا برضه ده ما يستحسنش، هتحس بيها سيكا يعني، هتبقى لو كده قلت له ان هو خلي الكاميرا بتاعتي بصه مع الفيو، ماسك الكاميرا، هتلاقي اني بقى كده. بس كده 3D، كده 3D خلاص. اوكي، نخليها خليها اورثو مش مشكله، خليها بالمنظر ده. انا عايز ده يقع على ده، فيبقى انت محتاج للبلين ده كولايدر، ومحتاج لدي كولايدر. البلين اوتوماتيك عليه كولايدر. ده بقى سبرايت ده، اقول لك سوري، فاكس موضوع البلين ده.
ممكن ناخد صورة تاني مثلا، نجيب صورة تاني زي دي نحطها هنا، فكده هيبقى عندي اتنين سبرايت بشكلين مختلفين. ده هتأكد ان نوعه يكون سبرايت، هرميه عندي في الهيراركي، هتلاقيه في السين نزل هنا، اعمله روتيت كده واجيبه تحت، ابص 3D بس عشان اعرف مين تحت مين، هي مش تفرق قوي بس اوكي، هي مش تمام مظبوطة، انا بس انا عايز اعمل حاجة كده ديمو بسيطة افرجك حاجة وخلاص. يعني حتى لو هي هو اصلا المفروض 2D ما نعملش اللي احنا بنعمله ده، يعني فعليا 2D كلنا ما ينفع، احنا دلوقتي تحولنا 3D لما دورتها بقت 3D، بس انا عايز جاست اوريك حاجه بس بسرعه، لكن لما نشتغل مش هشتغل كده. اوكي هقلب الدنيا تاني 2D وعايز اخلي دي تنزل على دي، لو عملت بلاي مش هيحصل اي حاجه. اوكي احنا ممكن برضو نخلي نظبط الكاميرا بس عشان نخلي الكاميرا تالاين وذ فيو كده، مش هتتالاين فيو. خلاص هانت يا اخويا، تيجي نخليها كده الكاميرا شايفه حاجه. اوكي ماشي، ده بقى عشان ينزل لتحت يبقى احنا محتاجين نضيف عليه فيزيكس بس 2D بقى، اضيف عليه ريجيد بودي 2D، وعشان ما يقعش اضيف عليه كولايدر مثلا وليكن بوكس كولايدر 2D، من فيزيكس 2D بوكس كولايدر 2D، واللي تحت هضيف عليه برده نفس القصه كولايدر، سوري كولايدر 2D بوكس. لما اجي اعمل بلاي هتلاقي ان ده وقع كده، تمام. طيب خلي بالك من حاجه، وانت عمال تشتغل تشتغل تشتغل، لو جيت قفلت اليونتي انت قدامك حاجتين، لازم تعمل سيف للبروجكت وتعمل سيف للسين. انا دلوقتي لو قفلت كل الحاجات اللي موجوده تحت دي هتبقى موجوده، لكن السين ده هيكون اختفى، لازم تعمل سيف سين از، فين سيف سين، سيف سين او سيف سين از، وتختار هيكون مكون موجود فين، هتبقى انت في فولدر بتاع الاسيتس اللي هنا، سميه مثلا سين 1 كده، هتلاقي في عندك سين 1، ممكن يبقى عندي كذا سين بنفس الاسيتس بس تركيباتهم مختلفه، في سين مثلا البلاي الاوضه كبيره، سين الاوضه صغيره، سين اللوجيك بتاعه غير التاني وهكذا. في النهايه خالص بعد ما تخلص كل ده انت المفروض بتكريت البروجكت بتاعك من فين، من عند فايل، بعد كده تقول له بيلد بروجكت او بيلد سيتنج سوري، وهتختار البلاتفورم اللي انت هتطلعه. المفروض اليونيتي بيسبورت كذا بلاتفورم، منهم الويندوز، منهم الاي او اس، منهم الاندرويد، منهم ويب بلاير، تمام. فبتختار البلاتفورم اللي انت عايزها، طبعا في كل حاجه ليها سيتنجز بس احنا هنشتغل دلوقتي ويندوز، وبتختار هل تشتغل 64 ولا 32 و64. ممكن البلاير سيتنجز لو دوست عليها هنا اهو تقدر تختار الايكون بتاعه الجيم بتاعك وشويه سيتنجز، هل هو فول سكرين ولا لا. وفي النهايه خالص لازم قبل ما تعمل بيلد للبتاع عشان يطلع لك اكس اي فايل، لازم تضيف السينز اللي في الجيم بتاعك، فتبقى انت واقف على السين اللي انت عايز تضيفه فاتحه هنا، وتقف تقول له اد كارنت، فكده اضاف السين ده هنا. بعد كده بتعمل بيلد، بس انا عندي هيهنج يعني عشان الريكوردنج اللي بيحصل، بيطلع لك اكس اي فايل وفولدر جنبه، هو ده اللي تاخده في اي جهاز المفروض 32 64 حسب ما انت محدد ويندوز مثلا هيشتغل. اوكي ده المفروض الفاينل بروجكت بتاعك هيكون يتسلم كده يعني، تمام. ناخد اخر حاجه ولا نكمل؟ طيب حاجه صغيره خالص كده، فين البراد بتاعنا اللي احنا ظبطناه ده مثلا؟ اوكي هعمل لايت بسرعه. نعمل بلين، ماشي بلين بلين بلين. البلين دي هنزلها لتحت، ال ده مش عايز عليه ريجيد بودي، هريموف ريجيد بودي. اوكي وهضيف لايت دايركشنال لايت عشان اشوف بس، وهضيف كاميرا، الكاميرا دي مثلا خليها باصه من مطرح ما انا باصص، هقول له الاين وذ فيو، طيب. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي، عايز اسجل انيميشن لجسم معين
واشوف ازاي اقدر اخلي الانيميشن دي تحصل ولا لا، لان برضو في الجيمز لازم يكون في كذا انيميشن كليب عندك، والانيميشن كليبس دي مفروض بتشتغل بناء على كونديشنز معين. يعني انا كبلاير لما هدوس يمين المفروض يجري، لما اسيب ايديا يقف وينهد مثلا ينهد يقعد ينهد كده شويه، لما ادوس فوق يروح ينط، فالمفروض في حركات تحصل بناء على كونديشنز معينه. لو اتحققت هيحصل ده. ابسط طريقه لده في 3D وال2D انك تكريت الانيميشن جوه اليونت، دي ابسط طريقه. فهتيجي دلوقتي وانت ماسك الجسم اللي انت عايز تطبق عليه انيميشن، وهتقف من عند ويندو وتقول له انيميشن، فيقول لك انت ما عندكش اي انيميشن كليب. هنقول له هنكريت، تختار اسم الانيميشن بتاعك انيم مثلا، وتدوس على ريكورد، تتاكد ان ده مضغوط عليه عشان تبدا تسجل الحركه بتاعتك، ومعاك ده التايم لاين بتاعك، وتقول والله مثلا اني في الجزء من 10 الجسم بتاعي مفروض يحصل له روتيشن كده، وهنا مثلا يروح يدور كده، وبعد كده يجي هنا. خلي بالك الاكسس بتوعك دول ممكن يكونوا لوكال اكسس او جلوبال، يعني الطبيعي جلوبال اني اكس واي زي كده، يمين اكس فوق واي قدام زد. طب الجسم اتدور، الاكسس بتاعته اللوكال بتتدور معاه، فتختار تشغال ايه لوكال ولا جلوبال، بتسواب من ده بهنا. فانا مثلا عايز اخلي الجسم بتاعي يروح كده، ومثلا هنا يرجع زي ما كان. اخد الكي الاولانيه دي كنترول سي كابي، كنترول في بيست. ما انا جاي لك لسه بنتكلم، هعمل بلاي هتلاقي ايه البراد بتاعك بيعمل كده مثلا. تعالى يا شباب. طيب وانس انت سجلت حركه لجسم، الجسم ده بينزل معايا حاجه اسمها انيميتور، اوكي، وبيتكريت معايا حاجه اسمها انيميتور كنترولر، تمام. طيب ده الكليب بتاعنا اللي احنا سجلناه، اللي احنا لما جه قال لي كريت فايل، كريت فايل سميته انيم، وده الانيميتور كنترولر باسم الجيم اوبجكت بتاعي باسم التي. هنمسح الانيميتور كنترولر ده وهنرايت كليك ونقول له عايزين كرييت انيميتور كنترولر جديد من الاول احنا اللي هنعمل، ماشي. دبل كليك على الانيميتور كنترولر ده بيفتح لي شاشه هنا فاضيه ما فيهاش غير، هو عامل حاجه زي الفلوت شارت كده بالظبط. في عندي الانتري بوينت نقطه البدايه زي ستارت مثلا، وتقدر تكريت ستيتس وتقول ان انت هتروح من ستيت للثانيه بناء على الكونديشن الفلاني وهكذا، تمام. فانا هرايت كليك هنا واقول له كريت ستيت امبتي ستيت، دي المفروض تمثل لك ايه؟ طبعا الستيت تقدر تغير اسمها من هنا، ممكن دي تمثل لي الايدل، ان الجسم بتاعي مش بيتحرك. ايه يعني ايه اتنين بس؟ انت لقيت اتنين. انا عملت كريت لي نيو ستيت، كانت كده اوكي. رايت كليك كريت ستيت امبتي ستيت وسميها زي ما انت عايز، انا هسميها ايدل، دي معناها ان الجسم بتاعي مش بيتحرك، وعايز ستيت ثانيه ان الجسم يتحرك الحركه اللي انا وصفتها، اوكي. طب الحركه بتاعتي موجوده فين؟ في فايل اسمه انيم، دراج ودروب، هينزل لك كانه ايه؟ ستيت جديده. انا عايز بقى اخلي ده يروح لده، فكده انت عايز تعمل حاجه اسمها ترانزيشن، او حاجه بتحولني من حاله للثانيه. رايت كليك ميك ترانزيشن، وهتقول له ان احنا هنوصلها بده. اوكي. هل في احتماليه انه بعد ما يتحرك يرجع تاني ايدل؟ لو على حسب الكيس طبعا. لو رايت كليك من انيم ميك ترانزيشن، روح للايدل. تمام؟ طيب خلصنا كل ده، فاضل ايه بقى؟ فاضل نعمل بارامترز تحدد لي هو انا هروح ولا لا. تمام؟ فبتضيف هنا بارامترز من عند التاب اللي اسمه بارامتر بلس، بتلاقي فيه كذا نوع، ممكن يكون فلوت، ممكن يكون انجر، ممكن يكون بوليان. لو بوليان ده مثلا هيبقى يا ترو يا فولس، لو انجر هيبقى رقم بيزيد بيقل، لو زاد عن كذا هنعمل كذا، لو قل نفس القصه في فلوت. الكيس اللي ممكن تحتاج فيها انجر او فلوت مثلا لو الصحه مثلا الهيلث بتاعت البلاير، لو البلاير بتاعي وهو ماشي الهيلث بتاعته فوق 50% خليه يمشي نورمال ووك مثلا، لو قلت عن 50% خليه يمشي كانه عيان، تمام. البوليان كونديشن، طب لو هو خبط الكوره خلي الكوره تعمل كذا على طول، فترو اور فولس. فانا للتبسيط دلوقتي هنعمل بوليان وسميه اي اسم، هنسميه مثلا بلاي. البوليان ده الستيت بتاعته ايه؟ فولس، اوكي. ده الديفولت او دي الانيشال فاليو بتاعته. هاجي هنا هقول له والله الكونديشن اللي يوديني من ايدل لانيم هضيف كونديشن هنا، هقول له هنضيف كونديشن بلاي ترو، يبقى لو بلاي بقت ترو
روح من ايدل لانم. طب وامتى هرجع تاني؟ اقول له عايزين نضيف كونديشن لو بلاي بقت بفورس. تمام، دي فكره الانميتر كنترول. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ستيتس كتير، بتعمل بارامترز كتير، وتربط انتقالي من ستيت للتانيه بناء على البارامتر. طب هو مين بقى اللي هيغير البارامترز دي؟ السكريبت اللي انت عامله في الجيم، لما نعرف قدام بقى. تمام، طيب لحد كده انت عملت انيميتر كنترولر بس ما عملتش اساين ليه على الجسم، لان لو انتوا فاكرين احنا مسحنا اللي كان محطوط على الجسم. فهرجع للبراد ده اللي هو التي اللي في السين بتاعي، وهرجع للسين وهلاقي ان في نزل عنده كومبوننت اسمها انيميتر والكنترولر ميسنج، مش موجود. فهدراج الانيميتر كنترولر اللي عملته الجديد واحطه هنا، اقول له ده اللي هيتحكم في الحركه بتاعتك. اوكي، لما نيجي نعمل بلاي دلوقتي هتلاقي ان البراد بتاعنا قاعد في حاله، ولما نيجي نبص على الانيميتر هتلاقي ايه؟ ان البلاي فولس، فبالتالي هو عمال يعمل بلاي للحركه دي. لو انا غيرت دي، طبعا دلوقتي احنا بنعملها مانيوالي، لكن قدام السكريبت هو اللي هيغير. تمام، انا هغير دي، هتلاقي ان هو راح على طول لايه؟ لانم، وهتلاقي ان انت في الجيم بيتحرك. رجعت انا قفلتها هتلاقي ان هو في الجيم وحسبت، وهكذا. تمام، الحركات اللي انت سجلتها من شويه دي اللي هي انم، ممكن تغير البارامترز بتاعتها ان انت تخليه لوب ولا مش بيلوب، بيعيد نفسه ولا بيانيميت مره واحده. الجسم بيكون نازل عليه حاجه اسمها انيميتور، بيكون مستني الكنترولر دراج ودروب. في مشكله يا اخوانا؟ عيد اي حاجه؟ اللي انا قلته في الانيميتور كنترولر ده يطبق على ايه كمان؟ على 2 دي برضه. تمام، ولكن ال 2 دي عشان تخلي الجسم مثلا عايز تخلي عصفوره بتطير، فانت عندك حركتين. اول حركه ان العصفوره تحرك جناحاتها، يعني تترسم كانها بتتحرك. تاني حركه الانتقال نفسه، فالانتقال ده ممكن تاكسسه بسكريبت او ممكن تخلي ليه انيميتور كنترولر زي ما احنا عملنا. اما حركه الايدين دي فلا، فبيكون ليها بنجيب حاجه اسمها سبرايت شيت، وبرده الكنترولر بيتحكم فيها. يعني كله هيبان قدام، فكده يعني مقدمه سريعه. نعم.